أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. مع ارتفاع نسبة الاختطار نتيجة جائحة كوفيد، فرض الحجر الشامل على عدد من المعتمديات، وغدا الشروع في تطبيق إجراءات التوقي الجديدة. مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية تدخل يومها الثاني، ووزارة التربية تفرد مصابا بطيف التوحد بقرار استثنائي لاجتياز المناظرة رغم تجاوز السن القانونية. انهيار قطاع السياحة في العالم يهدد الاقتصاد العالمي بخسائر تفوق 4000 مليار دولار نتيجة جائحة كوفيد. أعلنت رئاسة الحكومة أمس عن قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا المتمثلة في جملة من الإجراءات الجديدة لمجابهة الفيروس، وذلك بعد تسجيل أعلى حصيلة للإصابات أول أمس الاثنين. ومن بين هذه الإجراءات تمديد حظر التجول وتأجيل كافة التظاهرات. الإجراءات المعلنة يشرع في تطبيقها بداية من يوم غد أول أيام شهر جويلية. التشديد في الإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني والمقررة للفترة المتراوحة بين 26 من جوان إلى غاية 11 من جويلية القادم هو ما خلصت إليه اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا عقب اجتماع عقدته مساء أمس بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي عبر تقنية التواصل عن بعد، واتخذت خلاله جملة من القرارات على المستويين الجهوي والوطني. منع الجولان ابتداء من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 صباحا عوضا عن الساعة 10 ليلا. ضرورة الاستظهار بتحليل PCR لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة بداية من غرة جويلية منتصف الليل مرفوقا برمز الاستجابة السريعة. تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. الانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة. تجديد وتطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها، مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة. تنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد، ومنح حطل استراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 21 من جويلية على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة، ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال. مواصلة العمل بالإجراءات الخاصة على مستوى المعتمديات والولايات حسب الإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 من جوان الجاري، اعتماد توحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات على مستوى الولاية، مع إمكانية التجديد في الإجراءات للمعتمديات التي تتجاوز معدل الولاية دون إمكانية التخفيف للمعتمديات التي تشهد نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية. إحكام التنسيق بين الولايات لضمان نجاعة الإجراءات، وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة مثل إقليم تونس. التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولايات عدا الحالات الاستثنائية. تكثيف حملة التقصي الميداني وتقصي المخالطين خاصة في المناطق التي تشهد انتشارا سريعا للوباء. دعوة المتطوعين إلى معاضدة جهود وزارة الصحة وخاصة في الحملة الوطنية للتلقيح وحملات التقصي عبر التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة. كما قررت اللجنة الوطنية تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الأضحى. وفي آخر تحين للوضع الوبائي وإلى حدود 28 من جوان 2021، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات تجاوز 5000 إصابة، وتتفاوت الإصابات من ولاية إلى أخرى.
في ظل وضع وبائي يزداد خطورة يوما بعد يوم باتساع رقعة انتشار الفيروس وارتفاع عدد الإصابات لتبلغ رقما قياسيا بتجاوز 5250 إصابة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، وتضمن آخر الإحصائيات المسجلة في 28 من الشهر الجاري. عدد الإصابات الذي يعد الأعلى منذ انتشار الجائحة في تونس ربيع العام الماضي تصدرت فيه ولاية سليان ومنوبة أعلى النسب بمعدل 62.2% و 58%، فيما شهدت ولايتا تونس والقيروان أعلى عدد من الوفيات أمس ب 27 حالة وفاة، وسجلت ولاية طوزر أقل نسبة وفيات بمعدل 20.5%. وفي خطوة لفرض تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار العدوى، انطلقت الوحدات الأمنية والعسكرية ليلة أمس بسليانة في تنفيذ حملة مشتركة واسعة النطاق شملت الطرقات والشوارع والأحياء السكنية، تمت خلالها دعوة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بحظر الجولان والحجر الصحي الشامل، حملة تأتي في ظل ارتفاع نسبة الاختطار إلى 708 حالات لكل 100,000 ساكن، فضلا عن تجاوز عدد من المستشفيات لطاقة استيعابها. أما في ولاية تطاوين وبناء على ما تقدمت به الإدارة الجهوية للصحة من إحصائيات تفيد بأن معدل الإصابات في معتمدي تطاوين الشمالية ارتفع، فقد قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة فرض الحجر الصحي الشامل على هذه المعتمدية بداية من اليوم، وتطبيق الحجر الصحي الموجه بمعتمديتي تطاوين الجنوبية وغمراسن. وتفرض قرارات الحجر الصحي بصنفيه في هذه المعتمديات منع التنقل منها وإليها والجولان داخلها من 8 مساء إلى 5 صباحا، إلى جانب غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، فضلا عن منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كل التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة وتنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. إلى صفاقس حيث انتظم لقاء علمي وتحفيزي وتكريمي جمع مهندسي أول قمر صناعي تونسي بأطفال نادي البرمجة وروبوتيك بمدرسة البشرى بصفاقس. هؤلاء الأطفال أبدوا استعدادا استثنائيا لخوض غمار تجربة الابتكار من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بمقاومة فيروس كورونا، نتعرف عليها في هذا الروبورتاج. مهندس أول قمر صناعي تونسي تعرف على جيل من المبتكرين الصغار ينشطون في نادي البرمج والروبوتيك بمدرسة البشرى بصفاقس. إمكانياتنا الخاصة تمكننا من أنه نعمل أربع مشاريع في ظرف وجيز جدا. المشروع الأول جهاز التباعد الجسدي، المشروع الثاني سيارة التعقيم الأوتوماتيكية، المشروع الثالث جهاز التعقيم الآلي، المشروع الرابع وهو سلة المهملات الذكية. جهاز التباعد الجسدي يتمثل في جهاز يثبت على صدر المستعمل يعمل بالموجات فوق الصوتية كابتور إلتراسون، ويقوم بإصدار إنذار كلما يقترب منه شخص لأقل من متر واحد ويشتعل الضوء الأحمر، يستشعر على مسافة 10 سنتيمتر فيشتغل المحرك الذي يقوم بصب السائل المعقم. احنا ساهمنا في إطلاق القمر الصناعي التونسي وخطوة نحو الفضاء بالنسبة لدولتنا تونس. نحب التلاميذ هذوما نحطهم في نفس الموقف كما التلاميذ في الدول المتقدمة كما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان، يشعروا اللي هما في بلاد اللي فيها التكنولوجيا اللي وصلت للفضاء، باش هما يكون لهم حافز باش يخترعوا وباش يقدموا في العلم، ولما لا يكون وراء صناعة أول مركبة فضائية تونسية. الإطار التربوي للمدرسة أثث هذا الحفل لتكريم مصنعي أول قمر صناعي تونسي تحت شعار أنا أقرأ أنا أرقى، وفي سياق افتتاح مكتبة جديدة بالمدرسة كتحدي لتعثرات العام الدراسي المنقضي. في نفس الوقت حشتنا بالإعلامية والإنترنت، في نفس الوقت حشتنا بكل ما هو ورقي، دونك شفت كيفاش ثم بعض التوازن اللي نحاولوا باش نخلقوه عند التلميذ حتى لا يعزف عن المطالعة لأنها تقعد ديما هي أم العلوم، ثم في نفس الوقت يتابع العلوم والتكنولوجيات، نحبوا نبعثوا فيه روح الشغف والمعرفة والبحث.
الشباب التوانسه الكل عندهم برشا قدرات، ونوصيهم باش ما يستهنوش بالقدرات نتاعهم ويامنوا في قدراتهم ويخدموا. اي شاب يخدم باش يوصل اللي يحبوا ويوصل لبرشا حاجات باهيين وينهض في البلاد هذه ان شاء الله. ثنائيه المطالعه وشغف الاكتشاف بذور يعول عليها العلم، تسقى بالدهشه والاحتكاك بالناجحين. لأول مرة في تونس تمكن وزارة التربية تلميذا يشكو طيف التوحد بعد تجاوزه السن القانونية من اجتياز مناظرة السيزيام للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. قرار استثنائي تتخذه السلطة المعنية قد يفسح المجال مستقبلا لهؤلاء الأطفال للتميز. وللتذكير فإن أكثر من 50,000 مترشح يواصلون لليوم الثاني اجتياز اختبارات مناظرة السيزيام. يسأل على أي حاجة، معناتها يخدم بنفسيته برشا. كانت المعلم حب يحب المادة ويتفاعل معاها بالقدا، تحسه ساعات ذكاء خارق. كان هذا رأيها في التلميذ أحمد الذي يجتاز مناظرة السيزيام، مع أنه يشكو صعوبات في التعلم جراء طيف التوحد، حيث تلقى تأهيلا مناسبا لقدراته بمركز مختص قبل أن يقع إدماجه بالمدرسة، حيث زاول تعليمه بمدرسة 23 جانفي بيتبولبا من ولاية المنستير. يميل للعلوم، هو عنده ميل للعلوم، معناتها نتكهنوا بانه مش يحقق حاجه في مجال العلوم. المواد كلهم باهي، كل مره نقول حاجه، اما لازم نقرا باش نلقوا برك. لقينا قدرات احمد في السن الرابعه تتماشى مع صغير عادي. اش معناها؟ معناها في المهارات المعرفيه والذهنيه، في المهارات اللغويه، كلك سوا في مجال الاستقلاليه الذاتيه نتاعو، في مجال اللغه والتواصل، في زاده سلوكه ما عندوش اضطرابات برشا. لقينا نسبه الذكاء نتاع احمد قريبه للصغار العاديين، معناها بريسك مقارنة بالأطفال العاديين ممكن في مجالات يفوقهم. قاعدة المتابعة متاعه حتى وين دخلناه يقرأ في السن السابعة يغلق عمره 7 سنين، احنا قلنا دمش حتى 9 سنين. لهنا زاد قعدنا نتابعه أحمد في المدرسة ويجي للسنتر أون باراليل. أحمد أفرده وزير التربية بقرار استثنائي بمنحه الفرصة باجتياز مناظرة السيزيام رغم عدم توفر شرط السن لتميزه بذكاء خارق، فهو من التلاميذ الأوائل بمدرسته والأول على قسمه. بتدخل من وزارة الإشراف وشخصيا وزير يعني مشكور لبى طلب الولية بمقتضى محضر جلسة للمدرسة الأصلية وبمقتضى ملف من الوحدة الجهوية للتأهيل بالمنستير، تمتع الطفل هذا استثنائيا باجتياز المناظرة، وإن شاء الله يكون في مستوى الأمال المتعلقة به، لأنه بصدق لقى مساندة إيجابية من الولية متاعه أولا ومن العائلة متاعه ثم من المربين متاعه. يتميز بذكاء خارق، إن شاء الله ربي يوفقه ويكون من الناجحين المتميزين على الجهة إن شاء الله. الإشكالية الوحيدة أنه العمر متاعه ما يسمحش، يعني العمر متاعه أكبر من السن القانونية المطلوبة. معادلاته بين 17 و18، حتى وصلنا ل 19 في السنوات الأولى، سنة أولى يوصلها 19. مؤمنة بولدي برشا، وإن شاء الله الأولاد الكل اللي في نفس الحالة متاعه ولا حتى في حالات أخرى تؤمن بهم الدولة. إن شاء الله أحمد هو بقول إحنا الخطوة الأولى باش كل صغير كيفه ياخو حقه. قرار استثنائي على مستوى وزارة التربية قد يحقق حلم أحمد من ذوي الاحتياجات الخصوصية بالالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية، على أمل أن تعقبه قرارات وفرص أخرى لترقي أبواب التميز في الحياة على أوسع نطاق. بيئيا، احتضن القطب التكنولوجي بتوزر تظاهرة تبحث في كيفية مزيد توظيف التكنولوجيات الحديثة خدمة للطاقة البيئية، وذلك عبر تطبيقات ذكية تسمح بمعالجة الانعكاسات السلبية على المحيط. في إطار المخطط الاستراتيجي لإعادة هيكلة المراكز الجهوية للعمل عن بعد وإرساء أسس التحول الرقمي في جميع المجالات، انتظم بمدينة طوزر تظاهرة حول التكنولوجيات الحديثة في علاقة بالطاقة البيئية وتعزيز قدرات رواد الأعمال والتجديد والابتكار. هذه موجهة للولايات الكل على موضوع كبير وهام واستراتيجي لتونس دونك لبلادنا، اللي هو دونك التكنولوجيات الحديثة في خدمة الطاقة والمحيط، لي تيك او سيرفيس دو لينيرجي لانفيرونمون. دونك التظاهرات هذه دونك اللي قاعدة تقع دونك هي في الحقيقة تندرج في إطار
مخطط استراتيجي كامل ومتكامل تقود المؤسسة بإشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال وبدعم من عديد الشركاء من أجل تثمين شبكة المراكز الجهوية للعمل عن بعد اللي منتشرة في كامل تراب الجمهورية. البحث في إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الطاقة في علاقة بالبيئة لإرساء منظومة بيئية ومحيط أجمل من المحاور الأساسية التي تم التطرق إليها في هذه التظاهرة. في هذه الأيام الثلاثة اللي موجودة في ولاية توزر في القطب التكنولوجي اللي في ولاية توزر للبحث وإيجاد تطبيقات جديدة اللي قادرة تساعد خاصة على المحافظة على البيئة، كذلك قادرة تساعد على تثمين الدور الطاقي اللي موجود في توزر، وكذلك خاصة أنه تخلق فرص جديدة وتخلق شباب جديد اللي هو خاصة في مجال البرمجيات وفي مجال التطبيقات. مشاركون وجمعيات بروح شبابية قدموا مشاريع وأفكار سيقع اعتمادها في شكل تطبيقات بعد اختيار أفضل المشاريع. احنا مشاركين اليوم بمنظومة كاملة ومتكاملة اسمها جودة، تخدم 4 محاور اللي هما مشكلة الحرائق ومشكلة البعوض، النفايات المتكدسة والمياه المهدورة. ركب فكرة مشروع منصة التثمين والتصرف في النفايات، وبرنسيب المنصة تتكون من 3 محاور اللي هو عنا سيت ويب اللي نجم البلدية تستعمله باش تراقب النفايات نتاعها وكل شيء، عنا أبليكاسيون موبيل اللي يستعملها جامع القمامة العبد اللي لهم في الزبلة وإلا المواطن باش يتعامل مع القمامة الذكية، وعنا القمامة الذكية اللي هي نحاولوا عن طريقها نوعيوا المواطن بالرسكلة وبتثمين النفايات. المركز الجهوي للعمل عن بعد بتوزر يوفر خدمات بطرق تكنولوجية حديثة لفائدة الباعثين الشبان وتطوير قدرات المستثمرين في المجالات الواعدة والقائمة على شبكات تكنولوجيات المعلومات والاتصال. في اجتماع مطار الإيطالية لمجموعة 20 الذي يتمحور حول الأمن الغذائي، استعرض وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي التحديات التي تواجه المجموعة الدولية في القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي للجميع نتيجة عوامل عدة بما في ذلك النزاعات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمخاطر الطبيعية وتفاقم التغير المناخي. ولاحظ الجرندي وفقا لبلاغ وزارة الشؤون الخارجية أن جائحة كوفيد ضاعفت حجم هذه التحديات لا سيما لدى الشرائح الأكثر ضعفا وهشاشة في جميع الدول. وشدد الجرندي على الدور الحيوي لمجموعة 20 في معاضدة جهود التنمية في إفريقيا والحد من اللامساواة والتفاوت الاقتصادي في المنطقة. فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر هامة في ظل تواصل انتشار جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر خاصة على مستوى الدول النامية. مع تواصل انتشار جائحة كورونا في العالم وارتفاع حصيلة ضحايا هذا الفيروس وسلالاته المتحورة وما رافقها من قيود وإجراءات وقائية، أفادت دراسة للأمم المتحدة بأن أعداد السائحين على مستوى العالم ستشهد ركودا هذا العام باستثناء بعض الأسواق الغربية، مما سيتسبب في خسائر قد تصل إلى 2.4 تريليون دولار. مضيفة أن القطاع السياحي ليس من المنتظر أن ينتعش بالكامل قبل 2023. الدراسة التي أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيّنت أيضا بأن أعداد السائحين على مستوى العالم انخفضت خلال السنة الماضية بنسبة 73% عن مستوياتها سنة 19 و2000 أي قبل جائحة كورونا. ووفق مؤتمر الأمم المتحدة فإن التوقعات لهذا العام لا تبدو أفضل كثيرا، رغم أن هناك أمال ببعض الانتعاش في النصف الثاني من العام على الأقل في أمريكا الشمالية وأوروبا بدرجة معينة، وذلك بفضل التطعيمات ضد فيروس كورونا. تطعيم ترى الدراسة أنه أمر حيوي لاستعادة الثقة في السياحة الخارجية التي تمثل شريان حياة للعديد من الدول. ومع هذا التراجع في أعداد السياح خلصت الدراسة إلى أن السياحة العالمية عند مستوياتها قبل 30 عاما أي في مستوى الثمانينات، مرجحة أن انتعاشة هذا القطاع مجددا ستكون بشكل متباين للغاية ومختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد لآخر.
أعلنت السلطات الكندية وفاة أكثر من 130 شخصا في مقاطعة فانكوفر بسبب موجة الحر التي تتواصل اليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت كندا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة بلغت غرب البلاد 49.5 درجة مئوية وفق هيئة الأرصاد الكندية. وقد أغلقت محافظة كولومبيا البريطانية في كندا المدارس والجامعات بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة. أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي قد ينهي انسحابه من أفغانستان في غضون أيام، مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 من سبتمبر الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. وفي المقابل أكدت ذات المصادر أنه من المرجح الإبقاء على 1000 جندي في أفغانستان لتأمين السفارة الأمريكية ومطار كابل. يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي في وقت تكثف فيه حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد وفشل محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس. في أخبار الرياضة، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء أمس عن تأجيل مواجهة كأس السوبر والتي كانت تجمع اليوم الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري إلى وقت لاحق. وقالت الجامعة إن القرار جاء على إثر القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وتفاعلا مع جملة التوجهات الوطنية لمجابهة انتشار هذا الوباء. بهذا إذن نصل إلى ختام النشرة ونذكركم بالعناوين. مع ارتفاع نسبة الاختطار نتيجة جائحة كوفيد، فرض الحجر الشامل على عدد من المعتمديات، وغدا الشروع في تطبيق إجراءات التوقي الجديدة. مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية تدخل يومها الثاني، ووزارة التربية تفرد مصابا بطيف التوحد بقرار استثنائي لاجتياز المناظرة رغم تجاوز السن القانونية. انهيار قطاع السياحة في العالم يهدد الاقتصاد العالمي بخسائر تفوق 4000 مليار دولار نتيجة جائحة كوفيد. في الختام إليكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء.